وللمزيد من المتابعة حول الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تشهدها العديد من دول العالم إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، ينضم إلينا من لندن الخبير الاقتصادي السياسي الدكتور أحمد ياسين. يعني دكتور، نتحدث عن موجة تضخم في بريطانيا الآن توصف بأنها الأسوأ والأكبر في الدول المحيطة بها، كيف ترى هذا الأمر من النواحي الاقتصادية؟ نعم، يعني ظاهرة ارتفاع مستوى التضخم هي بالتأكيد ظاهرة عالمية حاليا على مر الشهور الماضية، ومن المتوقع لها أن تستمر للمرحلة المقبلة. بالنسبة لبريطانيا بالتحديد، نعم يبدو أن الاقتصاد البريطاني يعاني أكثر من غيره من بين الاقتصادات المتطورة، وكل ذلك مرتبط مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي. وهناك يعني ربط يجب علينا أن نوضحه، بأن ارتفاع مستوى الطاقة والذي أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم هو يرتبط بشكل عملي وبشكل مباشر مع العقوبات الاقتصادية الغربية غير المسبوقة التي فرضت على بلد أساسي بالنسبة لاستمرارية التوازن في مقومات الاقتصاد العالمي هو روسيا. وهنا يعني يأتي الخطأ الكبير الذي وقع فيه الغرب عموما من خلال فرض هذا الكم الهائل، وكذلك أيضا العقوبات التي أخذت تنوعا غير مسبوق في فرضها على روسيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وكما هو معروف اقتصاديا، أسعار الطاقة مرتبطة ارتباط تلازمي مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. لذلك طالما أن هذه العقوبات مستمرة على روسيا، وأي خطوة يمكن أن يخطو الغرب لتوسيع مثل هذه العقوبات أو تحديد سعر الغاز الروسي أو النفط الروسي، مثل هذه الإجراءات سوف تنعكس بمستويات أعلى وأخطر بكثير بالنسبة لمستويات التضخم. وهنا نذكر بالتقرير الأخير الصادر عن وكالة بلومبرغ، في حال أقدمت الدول الغربية على تحديد أسعار النفط الروسي يمكن أن يصل أسعار النفط إلى ما فوق 300 دولار. لذلك كل ذلك مرتبط مع هذا الخطأ الكارثي الذي وقعت فيه الدول الغربية في معاقبة روسيا، ويبدو أنها قد عاقبت نفسها. نعم، ولكن السؤال كيفية الخروج من هذا المأزق؟ الطريقة المباشرة للخروج من هذا المأزق هو يعني إيجاد سبيل سريع لتحقيق التوازن من جديد في القطاع النفطي، في قطاع الطاقة العالمي. وهنا يعني تأتي الدعوات المتكررة خاصة هنا في الأوساط البريطانية بإيقاف هذه العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا بشكل مباشر. يعني هناك دعوات أصبحت واضحة، ولكن بسبب حال الإحراج السياسي من قبل القادة السياسيين الغربيين يبدو أنهم في وضع جدا سيء، ولا يمكن لهم أن يتخذوا مثل هذا القرار. يعني هم يحاولون أن يتظاهرون بأنهم يقومون على معاقبة روسيا لحملتها العسكرية في أوكرانيا. لذلك هناك يعني صراع ما بين التوجه الاقتصادي والتوجه السياسي. نعم. في الدول الغربية، وفي نهاية المطاف المواطن العادي في الدول الغربية هو الذي يدفع الثمن. يعني حاليا مستوى تكلفة المعيشة في بريطانيا تضاعفت مرات عديدة، والطبقة الفقيرة في بريطانيا بالتأكيد لا يمكن لها أن تستمر على هذا المستوى من المضايقات المعيشية الكبيرة جدا. هناك عائلات لا يمكن لها أن تحصل على لقمة العيش اليومي بسبب ارتفاع مستوى التضخم والتأثير المباشر على القدرة الشرائية للفقراء، خاصة الفقراء في الدول المتطورة. نعم. اقتصاديا. دكتور أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي، كنت معي من لندن، شكرا جزيلا لك.